البشر لسبب مجهول يحبون الخرافات، ولاعبين ماينكرافت كثر خيرهم يعني اختلقوا لنا خرافات غبية وبعيدة عن أم المنطق تماما، مثل خرافة كهف الدايموند أو خرافة لبس رأس الكريبر كي لا يهاجم. أنا يوري واليوم سأقدم لكم أغبى خرافات اخترعها لاعبو ماينكرافت وللأسف صدقناه. رقم 1. الساند أحسن من الدير. يوجد معلومة متعارف عليها بين اللاعبين أنه زرع قصب السكر في الرمل أفضل من الديرت، ولماذا؟ لأن قصب السكر بالتأكيد يتواجد في الرمل أكثر. يعني أدري أن السبب غبي، لكن صراحة كلنا صدقنا هذا، وبالتأكيد هذه المعلومة خاطئة. اللعبة ترى هذه بلوكة وهذه بلوكة ولا تفرق بينهما أبدا. رقم 2. عالم ماينكرافت لا ينتهي. للأسف هذه كذلك إحدى المعلومات التي كنت أصدقها. يعني مين فاضي يمشي 60 مليون بلوك؟ نعم عالم ماينكرافت ينتهي، لكنه ضعف حجم الأرض 5 مرات. رقم 3. الآيرون جولم لا يهاجم القرويين. كلنا نعرف بأن الآيرون جولم دائما ما يدافع عن القرية، هو أصلا كائن وحيد الذي قادر على الهجوم. الفيليجر لا حول لهم ولا قوة، لكن ماذا لو هاجم الفيليجر الآيرون جول؟ ماذا سيحدث يا ترى؟ وضعت شوية أوامر يعني تخلي الفيليجر يرمي ثلج على الآيرون جولم، وإليكم النتيجة. يبدو بأن الآيرون جولم لا يرحم. رقم 4. الكريبر لا يهاجمك إذا ارتديت رأسه، وبالتأكيد هذه المعلومة صحيحة 100% كما ترون في الشاشة الآن. يعني فهم. رقم 5. الهيرو براين. نعم هذه أقدم وأكثر خرافة صدقها اللاعبون، كان يظهر في اللعبة في إصداراتها القديمة بشكل عشوائي، وسبب انتشارها هو أولا من فاضي يبحث في إصدارات اللعبة القديمة لجيب المغص، وسبب الثاني اليوتيوبرز حلبوا أم السالفة كثير. حسنا نعرف بأن يتحدث عن هيرو براين في أكثر من فيديو، لكن أنا أيضا كنت أصدق هذه الخرافة. رقم 6. إذا وجدت لافا هذا يعني أنك ستجد دايموند. هذا صحيح وخاطئ في نفس الوقت. دعني أحكي لكم قصة لتوضح الموضوع. كان هنالك مرض انتشر في أحد القرى بشكل فظيع وخلف الكثير من الموت. أمر الملك بالبدء في التحقيقات على الفور، وهنا كانت الصدمة. اكتشف المحققون بأن المكان الذي يوجد فيه أطباء أكثر يوجد فيه مرضى أكثر، فأمر الملك النابغة بإعدام الأطباء. لو فكر الملك ولو للحظة لفهم الأمر، إذا كان هناك مرضى أكثر يعني أنه سيكون هناك أطباء أكثر ليعالجوهم، وكذلك يوجد دايموند في المكان الذي يوجد فيه لافا لأنهم يتواجدان في نفس الارتفاع لا أكثر. رقم 7. اللافا تشيل الفول دامج. هذه الخرافة انتشرت بسبب أنه مين راح يرمي نفسه في اللافا في السيرفايف. ثانيا من الصعب أن تفرق بين الدمج يأتي من الفول دامج أو من اللافا، والإجابة بكل اختصار اللافا لا تزيل الفول دامج بل تقلل سرعة سقوطك. رقم 8. الفارلاند أو الأراضي البعيدة. وتقريبا هذه الخرافة تشبه خرافة الهيرو براين، الفرق الوحيد أنها كانت موجودة بالفعل في الإصدارات القديمة بسبب خلل في اللعب، وبطبيعة الحال اليوتيوبر يعني كثر خيرهم حلبوا أم الموضوع. رقم 9. الواردن لا يغرق. هذه أشهر كذبة حديثة، لأن الواردن يغرق لكنه يطفو فوق الماء، هو يعني فهم يطفو لكنه يغرق. ولا أريد أن تفلسف عليكم، لكن تعرف الغرق هو شخص يختنق بالماء حتى الموت. رقم 10 وآخرا، هذه البلوكة لا تنكسر بالسيرفايفل، يعني مثل البيدروك. نعم هذه البلوكة تنكسر وبالسيرفايفل عادي، لكن السبب في اعتقاد الناس أنها لا تنكسر لأنها أصلب من الأوبسيدين تقريبا مرتين. المهم في هذا الفيديو تحدثت عن أنواع الناس في ماينكرافت، روح شاهده وسلام.